هو في الحقيقه محمود حافظ انت مكشر اطيب واحد في الدنيا. لا 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 انا ممكن من نوع الخجول شويه و... لا والله يعني ممكن الناس تشوفني كفر يعني ربنا مديك هيبه، لكن انا بيني وبين نفسي انا شخصيا انا عندي خجل كتير جدا. اولا انا متربي في مجتمع ريفي، لنا عاداتنا ولنا تقاليدنا ولنا حياتنا، اللي هو حتى ما بتروح تزور حد ما تخبط على الباب ارجع عن الباب مترين عشان ما تجرحش اهل البيت الموجودين جوه. يعني يا جماعه محمود حافظ حقيقي مش شرير. يا لهوي شايفه طريقته طيب بشكل مرعب. ايه ده؟ طيب انا ما كنتش متخيله كده. الناس ما هو الناس عندها نفس السؤال. لا لا طيب قوي 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 اطيب مني. الطريقه دي حبيبي يا سلوم. انت مش جيت قلت لي ان الدهب اللي مع عمر تمنه 500 جنيه؟ اديتك 250 وليه 250؟ بس انت مش هتعرف تبيعه يا حبيبي، ده دماغته غريبة، محدش هيشتريه منك. ورحمة أمي ما انت بينا فيها. ايه بنت قلة الأدب دي؟ المكان ده طار. افتح النور يا ابني. دلوقتي مع فقرة الساحر أباظة. خلصت الشو بتاعك؟ شو تافه ولا له أي لازمة؟ لما تحب تعمل شو اعمل، بس مش على حساب الإنسانة الوحيدة اللي حبتني. على كده كده كنت عارفهم عندنا اللي عارف. ده يفتي انت البوسطجي اللي في المسلسل، انت 1943 كما الكتاب ما بيقول. الحمد لله الوحيد اللي عمل من الاربعين. لا في شنات اصلا كنت بتضايق قوي ان هو حافظ كل حاجه بتاعه الاربعينات. شطور ما شاء الله. دقوق من اول. لا يعني كل حاجه، يعني البادي لانجوج، لغه الجسد، كلامك صحيح كوميديا واضحه جدا، بس انت كنت مذاكر الاربعينات قوي. الشخصيه حلوه قوي، مكتوبة حلوة قوي بصراحة. ومصطفى حمدي أعتقد يعني من الكتاب الشاطرين جدا، عامل بونة حلو جدا. الواحد بيتمنى دايما إن يجيله ورق فيه بونة كويس. يعني قول لي أنت ذاكرت الأربعينات عشان جالك مسلسل في الأربعينات، ولا أنت أصلا بتتفرج على أفلام من الزمن ده؟ لا أنا ذاكرت الأربعينات بسبب دياستي بصراحة. يمكن كمان أستاذ عبد الرحمن اشتغلت معاه قبل كده كمساعد أول كتير، فهو صديقي والمشروع بالنسبة له كان مشروع مهم جدا، فأنا تبنيت المشروع كمشروعنا كلنا، يعني مش فكرة دور. يعني ايه أكتر حاجة وانت بتذاكر الأربعينات، ايه أكتر حاجة لفت انتباهك وممكن تكون استخدمتها في المسلسل أو مستخدمتهاش؟ لا ده أنا ذاكرت زيادة عن اللزوم لدرجة إن أنا كنت بكلمه في حاجات بيقول لي إحنا مالنا بالكلام ده. إحنا مالناش دعوة مصطفى بالكلام ده.